السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. إن شاء الله النهاردة هنقول لكم على الكود اللي هتلغي بيه أي باقة من باقات الإنترنت في شبكة اتصالات. إن شاء الله هنقول لكم على كود إلغاء أي باقة من باقات الإنترنت في شبكة اتصالات. بس قبل ما نبدأ نقول لكم على الكود، بنتمنى لو أنتم أول مرة تشوفوا فيديوهاتنا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، علشان اول ما نعمل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه. طيب دلوقتي بقى هقول لكم على الكود اللي هنلغي بيه اي باقه من باقات الانترنت في شبكه الاتصالات، والكود هيبقى نجمه 566 نجمه 2 3 7 5 شباك. يعني الكود اللي هنلغي بيه اي باقة من باقات الانترنت في شبكة الاتصالات هيبقى نجمة 566 نجمة 2 3 7 5 شباك، تمام. وبعد كده هنضغط اتصال بالشكل ده. طيب هو هنا بيقول لي يرجى ادخال الاختيار الصحيح بالانجليزية، يعني بتكتب بتشوف مثلا انت لو انت مشترك في باقه هتلاقيه كاتب لك جنبها رقم، تمام. والرقم دوت سواء بقى رقم واحد او زيرو تكتبه باللغه تكتبه بالانجليزي، ما تكتبوش ايه باللغه العربيه، تمام. فانا عشان مش مشترك في باقه مش جايب لي اي باقه اعمل لها الغاء هنا، تمام. انما انت لو مشترك في باقه هيجيب لك الباقه اللي انت مشترك فيها وبتلغيها بكل بساطه، لان كده لو جينا ضغطنا على زيرو على المزيد بالشكل ده كده وبعدين ضغطت ارسال هيجيب لي جميع الباقات. معنى كده ان انا مش مشترك في اي باقه من باقات الانترنت في شبكه اتصالات. انما انت لو مشترك في باقه هتلاقيه جايب لك الباقه اللي انت مشترك فيها، ولو عايز تلغيها بتلغيها. وبكده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو. واذا عجبك الفيديو اضغط لايك، ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.